الغزالات ديالي، اميراتي، الفنات اللي نوري ليا الحياه، نتمنى تكونوا بخير. مرحبا بكم كاملين في كيدنسا مع شهرزاد. توحشكم البنات بزاف بزاف بزاف. لهلا يخطيكم، شكرا بزاف البنات اللي سولوا فيا. وديديكاس الكريمه للالمان. ودابا ندخلوا مباشره لواحد القصه. اليوم غتسمعوا قصه فيها النتائج ديال داكشي اللي كنوصيكم عليه، ولا مشيتي حتى درتي هاد الاغلاط اشنو غيطرى عليك. المهم الغزاله ديالي، ما غنزيدش نطول عليكم كثر وندخلوا مباشره في القصه ديالنا. معكم امال، واليوم جيت نعاود لكم حكايتي اللي بدات فاش كانت في عمري 16 عام، وبالضبط نهار اللي جا يخطبني خانز العفطه بطن البيطان. ما عرفتش البنات، ولكن من نهار اللي شفتو ما حملته ما قبلته. هو كان كبر مني تقريبا بالدوبل ديال العمر ديالي. انا ديك الساعه كانت عندي 16 وهو غتكون عنده شي 34 عام. المهم السيد كيف شا وشافني حماق عليا، وكان لصقنا لصيغ باش يتزوج بيا. مهمتي كان عجبها الحال، حيت السيد موظف وعايش في المدينه، وحنا ديك الساعه كنا عايشين في عروبيه. لصقات فيه لصقه وحده وقالت لي هذا هو اللي تزوجي به. انا بديت كنبكي، اولا حس من الاساس ما كنتش باغا نتزوج وانا صغيره، وثانيا ما كنتش باغا هو، كنت باغا واحد اللي نتفاهم معاه، واحد قدي في العمر. ما نكذبش عليكم البنات، ما حملتو ما قبلته، وحتى بزاف الناس في العائله ما حملوش وما عجبهمش. السيد كيبان ما مزقيش، وعلى ما سقنا الخبر انه قبل مني كان مطلق جوج عيالات. المهم ماما بحكم انها كان شخصيتها قويه وكانت لكلامها فوق كلامها ولا شوار فوق شوارها، كانت قنعات با وكانت قالت لي هذاك هو اللي غتدي. واش انت ما عندك عقل؟ واش جايك راجل موظف بالخلطه ديالو غادي تسكني في المدينه ومازال كتشرطي؟ واش انت يا حماقيتي فاش كنقولها احقا شوفي الناس شنو كيقولوا فيه، كتقولي يكونوا يصاوبوا يجي يخطب بناتهم والله لا دواء ولا تكلموا، كون راكي حضرتي لعراساتهم دابا. كتقولي جا في ما تكونيش هبيله، وهذا الراجل راه هو اللي يليق ليك. المهم بدات عليا بالهضره والكلام، وفاش ما تشديتش ليها بدات ليا بالتهديدات وكتقولي لا ما تزوجش بيه غتشوفي الاخر معايا. شفت حتى عيت البنات وقلت ليها واخا نتعرف عليه. فهاديك الوقيته كان السيد داير ليا كيف المال قليل، داير المستحيل باش يتعرف عليا وباش يبين ليا راسو انه زوين. المهم كان خدا ليا التليفون وبديت كنهضر انا وياه، والراجل كان بياع كلام، وانا حيت ما كان عمرني ما دويت مع شي واحد قبل منه، فدغيا دغيا دبت وليت كي ديك الزبيده ماشي بزاف، حتى وليت كنبغيه وارتحيت ليه بلا قياس، وليت كنفكر فعلا نتزوج به. حتى صافي وليت كنقول يمكن كلام ماما بصح وانا اللي ما كنت فاهمه حتى شي حاجه. السيد مباشره من مورا هادشي كان جاب والديه وجاو خطبوني من دارنا. والديه كانوا ناس اللي الله يعمرها سلعه، لا ماماه لا خواتاته لا خوتو لا بابا، عائلتهم كامله كانوا واحد الناس اللي ضريفين بلا قياس. المهم هي هذيك، السيد جا ودرنا داكشي اللي كيديروا الناس. من بعد مشينا باش نطيحوا العقد، وحط فلوس كثيره وطيحنا فعلا العقد، حيت ديك الساعه ما كانش واصله للسن القانوني، واخا كنت تبارك الله فاخره واللي شافني ما يعطينيش العمر ديالي. موراها كنا درنا واحد العرس بسيط وتزوجت به، وهو كان قال لي غنديك لدارك بوحدك. بالحق تما كنصدم ان السيد كذب عليا، وهو ما عنده لا دار لا دوار، وغادي يسكنني مع مالين دارهم بما يقاد الامور ديالو. وحسن ديك الوقيته مازال ما جاش انتقال للمدينه اللي عايشين فيها والديه، وكان قال لي بالحرف انني غنجلس معاهم بما تيسر لي الامور. انا في الاول كنت خايفه، ولكن ما نكذبش فاش مشى وعاشرت والديه كنت ارتاحيت بزاف. ممرة درويشه خواتها الله يعمرها دار، ما كانوش من دوك الناس اللي خليو لك الشقه وهما يبقاو جالسين. ما غنكذبش ونقول لكم الشقه ما كانش، الشقه كان، ولكن كنا كنتعاونوا عليه كاملين بالضحك والتريقيل. نتوما راكم عارفين الشقه ما عمره ما كان مشكل الا فاش كيكون الصداع والمشاكل، ديك الساعه عاد كتحسي بهذاك الشقه ثقيل عليك، اما فاش كدوزي بالضحك والتكركير كتحسي براسك بحال ما كديري حتى شي حاجه. المهم علاقتي بهذا الراجل في هذه الوقيته كانت غزاله. السيد كان كيجي مره مره وكيمشي لخدمته، كان كيقول لي انه كيبغيني مبرعني ولا حليت على فمي كتجي حتى لعندي. الامور الحمد لله كانت غاديه مزيان، وغادي دوز ليا حتى النهار اللي غادي يشد الانتقال ديالو، وغادي يجي للمدينه اللي عايشه فيه اللي عايشه فيها والديه، وغادي يقرر انه يعزل الدار ديالو. انا ما كنتش مسوقه يعزل ولا ما يعزلش، ما غنكذبش ونقول لكم ما فرحتش. اه فرحت طبعا، ولكن زعما ما عمرني ما قلت لي اعزل ليا. كان بالنسبه ليا اهم حاجه هو يجي يسكن معايا، اما زعما نسكنوا في دارهم ولا نسكنوا بوحدنا فحال فحال. المهم مشى وكرا واحد الدويره وفرشها على قد الحال وتحولت ليها انا وياه.
في اليومات الاولى العلاقه كانت صراحه مزيانه، ما كان لا مشاكل لا صداع، واخا من بعد ماشي بزاف، تقريبا من مورا ما سكنت انا وياه واحد 4 شهور 5 شهور هكاك، السيد ولا غير شاد التليفون في يديه، ما بقاش كيتلقوا يا البنات لا ليل لا نهار. المهم فواحد النهار خليته حتى مشى يتسخر ومشيت هزيت له التليفون، جيت نقلب حتى كنكتشف مصيبه كحلايا البنات، كنلقاه ماشي كيهضر مع بنت وحده ولا جوج ولا ثلاثه، كيهضر مع ترينكا وهرام ديال البنات والهضره من تحت السمطه وشي حاجه زعما الصراحه مقززه. فشفت داكشي بديت غادي اعطيها اللبكه، سيد دخل شافني تصدم كيقول لي مالكي، عطيتو التليفون وقلت له حرام عليك قولي غير اشنو منقص عليك، شاف التليفون وبدا كيحلف وكيعطي راسو وكيقول لي ان هادشي كامل قديم وانه غير دخل لي وزعما ما بقى حتى شي حاجه من هادشي وما كيديو معاه حتى شي وحده. فاش قلت له راه نشوف لاضات حيت ما نكذبش عليكم ما شفتهاش، وهو يمسح داكشي كامل وقال لي خوي راسك من هادشي، وكان قنعني ان داكشي قديم وانا ديك الساعه ما كنتش باغا نجبد لا سطاح لا مشاكل، من موراها البنات ماشي بزاف غنكتشف راسي انني حامله. المهم دوزت الحماله ديالي في الاول مزيان والسيد شد معايا الطريق كان داكشي كامل اللي طرا ما كانش، انا مع الحماله بديت كنتعصب وراكم عارفين. المهم غادي نبقاو جارين اليوم غدا حتى النهار، للسيد غيرجع لنفس عويدو غيولي يعطيني التقار يدخل وينعس في الصاله، فاش كنقولو علاش كيقول لي انت ديما معصبه انت فيك الغوات انت هادي، حيت انا مع الحماله ما نكذبش عليكم تعصبت شويه. المهم البنات بقينا جارين هكاك، فهاد الوقيته راه ولا محرم عليا نهزلو التليفون ديالو كيقول لي ما تقربيش ليه، وانا كنت عاطيه التقار وصراحه كنت كنقول ما عندي ما ندير بالقرع اللي مشات ليه راسو خليه، داكشي اللي كان كيديرو مسور تشخلاو شلاو طابت عشوره. حتى النهار السيد كندخل الحمام، المهم دخل وخلى التليفون ديالو محلول، صونا صونيت الاول صونا صونيت الثاني، وانا كان محرم عليا البنات انني نجاوب، كان كيقول لي كاينين الناس ديال الخدمه كاينين كليان يعني ما تجاوبيش حيت ما غتعرفي ما تقولي ليهم. المهم صونا بسميه بنت مش زعما كاتب سميه والد ولا سميه بنت، صونا المره الاولى وقطع وصونا المره الثانيه ومشي زعما سكي صوني ويقطع ويعاود يصوني ديك الساعه، صونا المره الثالثه كنت عرفت ان كاينه شي حاجه اللي مهمه، نت باش نجاوب غير باش نقول له ان السيد ما مساليش حتى كنسمع الو كبيده. تخيلوا البنات هذيك اللحظه تسمرت في بلاصتي ما عرفت ما ندير، كنقول لها كيفاش اختي كيفاش كبيده شكون انتي، قالت لي انا خطيبته واش انتي يا اختو، قلت لها انا مرتو، قالت لي اش كتخربقي عليا واش كضحكي عليا، قلت دابا انا اللي وليت كنضحك عليك، قلت لها كنقول لك انا راني مرتو وحامله منه وقربت نولد الكبيده ديالي، قال لي اش كتخربقي وشنو كتقولي ما يمكنش، فلان قال لي ما مزوجش اش هادشي اللي كتقولي فيه، انا ديما كنهضر معاه ما ديما كنهضر معاه. المهم سيدي بدات كتدخل وتخرج في الهضره، انا مازال كنهضر حتى السيد غيلبي عليه الفوطه وغادي يخرج، غيلقاني شاده التليفون وعينيا الدموع هكا نازلين. المهم شافني هكا خطف لي التليفون بلا ما يتهضر، بدا كيقول لي اش داك تجاوبي وعلاش دويتي وانا التليفون ديالي كنقول لك ما تقيسيش، شفت فيه وقلت له دابا غتطلقني وتصفني لدار با، صافي سالي سمعك الله يجعل البركه. السيد قطع على السيده ديك الساعه وجا عندي وكيقول لي احقا وشنو ما شنو، قلت له دابا انت مصاحب مع وحده ومواعده بالزواج وجاي كضحك عليا، قولي ولد الناس غير اشنو ناقصك معايا، قال لي لا وانت كتشوفي من نهار اللي حملتي وليتي معصبه مابقيتي حامله حتى شي حاجه وغير كتغوتي ما غير كتغوتي، قلت له شوف ولد الناس اللي نطولوه ونقصروه ما غنبقاش انا وياك فشد لي نقطع ليك ولا واحد يشد الطريق، ودابا وصلني غير لدار با، قال لي شوفي ما عندي فين نوصلك وزادوا الليل دابا عندك الساعه كانت شي 11 ديال الليل، قال لي صباح ويفتح، قلت له لا والو دابا توصلني، وزيد التليفون وعيط لامي. المهم عيط ليها وبديت كنبكي وعاودت ليها كاع داكشي اللي طرا وقلت لها شنو دار لي وشنو دار لي وشنو دار ليا. ما في الاول بدات كتقول لي صبري يا بنيتي وراه ما ديرش راسك ضحكه ولا ربما تكوني غالطه، ناض السيد هز لي التليفون خطفو لي من ودنيا وبدا كيهضر معاها. تخيلوا البنات في ثانيه قلبها عليا، في ثانيه بدا كيقولها احق انا يا راه مع الحماله وليت معصبه وداكشي اللي سمعت راه غلط، ردني انا اللي ما مزياناش، قالت له دوز ليها التليفون دوزها ليا. بدات كتخاسم عليا وكتقول لي شوفي جلسي واش انت باغا تضحكي فينا عباد الله، انت راكي حامله صبري راجلك راه كيبان ولد الناس وكيبغيك وبلا غلط كاع راه الرجال هما هادوك يغلط حتى يعيا وفي الاخر كيجي عند مرتو، راه الراجل في الزنقه ماشي ديالك وفي الدار ديالك، هاد الهضره البنات دازت على ود راجلي وراجلي بدا كيشوف فيا. المهم خلاصه القول قالت لي ما عندك ما تجي ديري عندي صافي جلسي في دارك حتى تولدي. انا فاش سمعت هذيك الهضره تلفت ما عرفت نبكي ما عرفت ندب. المهم شديت الارض ودازت هذيك الليله والغد لي السيد بدا كيتعامل مزيان
بدا كيعطيني الحب والغرام، وسمحي لي غلطت ما غلطت، وداس واحد المده حتى النهار اللي ولدت. وفاش ولدت البنات ضعفيت انا البنات كنت مقيديده قصوره واحد شويه. الحمد لله عندي حقي بزين، لاطي ديالي زعما زوينه ما خيباش. ولكن فاش ولدت كنت ضعفيت البنات مع الرضاعه وداكشي ضعفيت بزاف. المهم السيد تما فحال بدا كيحاول انه يبعد مني، اصلا ما بقاش كيعمر في الدار، ولا دائما خارج يا خدام يا خارج، حتى من المصاريف ديال الدار دائما كلمه ما عنديش ما عنديش ما عنديش ما عنديش ما عنديش. كنقولو فين كيمشيو فلوس، كيقول ليا ما سوقكش لا. المهم غادي نبقى وجارين اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا حتى النهار اللي غادي نهز التليفون ديالو. هاد المره بالتاكيد غلق عنده علاقه مع ديك خيتي، والعلاقه مطوره واصله للفراش وعايش معها الحب والغرام، وكيعطيها الفلوس هو اللي كيصرف عليها تقريبا، فلوسو كاملين كيتخسروا عليها وانا الريال ما كيعطيه ليا. انا ديك الساعه طلع ليا الزعاف وما نكذبش عليكم، وليت حرفيا كنفكر في الطلاق. صافي قلت لي ليها ليها غادي نهز بنتي وغنمشي لدارنا، واخا عارفه ومأكده انني فاش غنمشي غغالقه غير المشاكل قدام عينيا. المهم غادي يجي وغنوضها معاه صباط وغنقول له واش انت كتضحك عليا، واش انت باقي كدوي معاها. السيد غيبدا يقول لي عافاك ما عافاك وصافي ميكي. قلت له غديني لدارنا دابا، وبديت كنبكي. بغيت نهز التليفون باش نعيط لامي، كنقز وعيط لها هو وعمر ليها راسها مزيان. ومن بعد قال لي هاكي دوي معاها وكندير لوط بارلور، انا حيوانه دويت مع امي وهو كيسمع كلشي. يلا بديت كنبكي وكنقول ليها امي راه غدرني، كتقول لي هادوك هما الرجال وصبري راه كلشي فحال فحال، وشكون اللي حسن انك تبقاي عايشه معززه مكرمه في دار راجلك كيصرف عليك تاكلي وتشربي، ولا تجي هنايا كديري في بالك انني انا ما عنديش كيفاش نهزك، انا يلا مقاتله مع خوتك انت راكي عارفه قلت الشي، وباش جي عندي نتيا والبنت راه ما يمكن لياش. كي بغيتيني ندير ليك؟ فين بغيتيني نحطك؟ كيفاش بغيتيني نهزك؟ شوفي الله يرضي عليك صبري مع الراجل يدوي معاك يغدرك يضربك شغلك هذاك. هاد الهضره كامله الراجل جالس حدايا وكيتصنت ليها. انا ما رضيتش باش نقول لها غير سكتي يا امي، ما قدرتش ما بقى عندي ما ندير من غير انني كنتصنت هذيك الهضره على ودنيا، وكنقول حسبي الله ونعم الوكيل ما نكذبش عليكم البنات. حسيت براسي تغدرت جوج مرات، تغدرت من الراجل وتغدرت من مهمتي، مهمتي اللي غدير ليا الشان، مهمتي اللي غتوقف معايا، مهمتي اللي غتقول لي دار باك واسعه وعريضه، جي يا بنيتي ناكلو غير الخبز كارم ما عنديش المشكل، غير ما يطراش لك بحال هكا كتقول لي لا جلسي في دارك، جلسي والراجل يدير اللي بغى، وكيدخل عليك حتى للدار شغلو هذاك. من ديك النهار الراجل غيحطني سطل بلاص قرقيب، على هو مازال غيدير ليا الشان. صافي البنات داكشي اللي كان كيديرو من مورا ظهري ولا كيديرو في النهار القهار قدام عينيا، كيقول لي عجبك الحال جلسي ما عجبكش الحال سيري لدار باك. انا البنات ما بقى عندي جهد ما بقى عندي فين نمشي، كنت فعلا واقفه على هضره مهمتي، كنشوف خوتي باقين صغار وبنتي بدات يلاه غاديه وكتكبر. بنتي داسره مولفه بوحدها، كي غندير نهزها ونديها. المهم بديت صابره كنوض معاه الصداع، كنغوت كنقولو دخلت عليك بالله قول لي غير اشنو عند هاد السيده وما عنديش انايا. كيقول لي هي طويله ولا طي ديالها زوينه ماشي بحالك انت ضعيفه. هزيت البنات الفلوس ومشيت للفرماسيان وخديت السيرو ديال النعاس، السيرو اللي كيغلط بديت كنسكح فيه. يلا غلطيت من وجهي واحد شويه، ومن بعد مشيت عند الاعشاب ما خليت ما شربت. هاد ردك كاع داكشي اللي كيقول لك مزيان واللي ما مزيانش واللي كيدير السرطان كلشي البنات كنت كنشربو، كنشربو غير باش نغلط واحد شويه وباش نرجع ليه. كنت كنحاول انني ندير العلاقه زوينه ما بيني وما بين راجلي، والراجل والو البنات والو. تخيلوا واحد النهار غنجلس وغنبدا نبكي غنقولو دخلت عليك غير بالله، واش نهاري تزوجتي بيا لقيتيني غليظ لقيتيني شويه وصافي. قال لي شوفي ديك الساعه كنتي شويه وكنت صابر معاك، اما دابا ما بقيتك عارف ما بقيت عارف واش انا معمره ولا مع وصله، ما بقيتش كنعرف واش غاديه ولا جايه. كيقول لي شوفي نكذب عليك انا راه غير كندير لك خاطرك، اما حتى من العلاقه معاك ما بقاتش عجباني. تخيلوا راجلك كيقول لك هضره بحال هادي وكيقول لك انا صبر معاك غير على ود هذيك البنيه، اما كون ما كانش كنت طلقتك. صافي البنات هرسني ديال بصح، هرسني 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 البنات. المهم بقيت كنشرف في هذاك الفانيت ديال دردك، كنشرف في العجب المتعجب اللي كيقولوا لي كنسكحها حتى كنت غلاضيت واحد شويه. المهم فاش غلاضيت وتهلت في راسي وتهلت في البشره ديالي كنت جيت عنده قلت له انا ولد الناس اشنو مازال ناقصك معايا، طلع فيا ونزل وقال لي ما فهمتش شنو قلتي ليا ضعيفه وداكشي علاش كنغدرك. ايوا انا غلاضيت، بقى كيشوف فيا وكيضحك وقال لي وليتي دايره كي البوطه واش كيسحب لك هذا هو الغلد. كيقول لي راه خاصك تكوني طويله ومجبده ولاطي ديالك مطراسيه، اما انتيا دابا راه وليتي دايره كيف البرميل. انا بقيت كنشوف فيه الدموع كينزلوا من عينيا وكنقول له دابا حرام عليك اشنو بغيتي غير قول ليا.
قالي انا ما بغيتيش عجباني، ماشي انت علاش كنقلب انا يا غير صابر معاك على ود البنت وخلاص. من تما يا البنات السيد صافي ميك عليا. في الاول كانت العلاقه مره في شهرين مره في 3 شهور، شويه قطعها في خطره، ولا كيدخل كياكل وكيشرب وكيهز التليفون وكيمشي الصاله، وقدامي كنشوفو كيضحك مع هذيك خيتي وكيهضر معاها. بالليل انا ناعسه وكنسمعو كيتوشوش هو وياها في التليفون. شحال مره كنسمع كلام اللي ما نقدرش انني نقولو ليكم، كلام اللي من الصمت لتحت كيبدا يعاير فيا ويقول لها انا راه مرتي ما مرتاحش معاها، انا بغيتك انت هي امتى تجمعي معايا. كنهز راسي وكنبكي على ميمتي وكنقولها حرام عليك امي اجي تشوفي فين عايشه، كتقولي انت اللي بغيتي، انت اللي بقيتي كتنبشي حتى جبدتي الحنش اللي عندك، كتقولي اش بغيتيني ندير ليك، كيفاش بغيتي ليك تجي، وشكون اللي غادي يصرف عليك؟ الراجل دابا وانت جالسه معاه في الدار ويلاه الماكله والشراب، حيت الراجل عرفتوا البنات ما عمروش شرا لي بيجامه، ما عمروش شرا لي حتى شي حاجه، وانا بعينيا كنشوف كونفرساسيون ديالو هو وياها، موري هاد التصاور كيمشي يشري لها داكشي اللي بغات، يصيفط لها الفلوس وانا والو. الا كتعطيني غير فلوس الحمام كيقول لي راه هو الدوش، ما كيعطيني حتى ريال، حتى من البنت اللي كيقول لي صابر على ودها كيكسيها مره في العام، وهادشي لك ساهه. المهم البنات نعيط لامي ونبكي حتى نعيا ونقول لها العاره امي متي باغا نجي، كتقولي ما عندك فين تجي، كتقولي شوفي انا راه يلاه مكافيه مع اخوتك الدراري، ما تجيش عندي انتيا والبنت، انا ماشي عطيت وحده باش تجيوني جوج، انا ما عنديش وانا ما يمكن لياش. كنقول لها امي شدي ليا غير بنتي، انا نمشي نضرب تماره ونخدم عليها. كتقولي ديالي عمرها ما تكون، وزيدون خوتك قباح وبنتك قبيحه، ولا تلاقاو ما غيسكتوش، حيت انا بنتي كنديها الصراحه هي قبيحه وما كتفاهمش مع خوتي. بقيت صابره لذاك الراجل وكناكل في صحتي عام من مورا عام، باغا نطلق ولكن ما عارفاش كيفاش. كنقول الا طلقت خاصني ضروري ما نتخلى على بنتي، حيت ما يمكن ليش نهزها معايا، انا كاع طلقت الا رجعت لدارنا ما يمكنش امي تهزها ليا، ولا مشيت نخدم ما عندي فين نحطها. هذاك الشيء علاش بقيت صابره، حيت بنتي ما قداش نتفارق عليها، قد ما كنصبر قد ما السيد كيزيد يشعر. فاش كنقول له شوفي لو ما بغيتينيش تطلقني، كيقول لي انا ما نطلقكش، بغيتي الطلاق سيري للمحكمه وطلبيه، انا ما حابسكش، انا ما بقيتش بغيتك، انا راه جالس معاك غير على وداك البنت. فاش كنقول له عطيني حقوقي كيقول لي ما عندي حتى شي حق معاك، انا فين عمرني شفت معاك المتعه، فين عمرني ارتحيت معاك، انا من نهار اللي تزوجت بيك وانا صابر عليك. كنقول له فاش انت صابر عليا، علاش النهار الاول جيتي خطبتيني اصلا؟ قال لي ما عرفتش شنو كنتي دايره ليا، انا ماشي انت اللي عاجباني، انا بغيت وحده تكون طويله وزينه ولا طي ديالها مطراسيه، انا ما بغيتش وحده مكوره، ما بغيتش هادي، كيبدا عليا بالسبان والمعيار. المهم البنات قهرني في صحتي ديال بصح ومات لي تعرفه ما ندير، كنشوف حتى كنهيا وكنبكي وفي الاخر كنمسح دموعي وكنقول حسبي الله ونعم الوكيل. المهم بقيت عايشه مع هذاك الراجل اللي علاقتي معاه نهار على نهار، ولا دايرين كيف الخوت دابا تقريبا البنات طالعين 6 سنين ما قرب ليا ما حداني، ما صافي ما بقى لا كيقيسني لا كنقيسو، كيجي كيدخل كياكل كيشرب كيهز تليفونه وكيبقى يهضر مع هذيك خيتي. فكرت شحال من مره انني نمشي وندير له تهمات الخيانه الزوجيه ونتبعو، ولكن ما عنديش امكانيات، السيد عنده الطوموبيل كيخرج كيهزها وكيمشي، والمدينه ديالنا صغيره، انا ما يمكن لياش نخرج، انا كاع بغيت نتبعو، فين هي الطوموبيل باش غنتبعو؟ ما عارفاش فين كيتلاقى معاها، ما عارفه حتى شي حاجه، يعني تلفت بيا الدنيا ديال بصح وحسيت بيه حقرني، حيت عارف ما كاينش اللي غادي يجي من جهتي، ما كاينش اللي غادي يوقف معايا. السيد ما عارفاش البنات كيفاش نتصرف معاه، اللي غتقول لي تحلوني وتلبسي وتقادي تقادي وتحلون تلبس، كنقول لكم شرب الدردق وانا عارفه غيضرني غير باش نغلط شويه وباش نعجبو، كيقول لي وليتي دايره كيف الكواره، يعني اشنو غادي ندير ليها البنات؟ ما بقى عندي ما ندير ليه. صافي البنات السيد مشى، انا اليوم جيت نعاود لكم قصي حيت فعلا سالفه ما عارفاش اشنو غادي ندير. انا كيف ما قلت لكم الحل الوحيد اللي عندي هو نهز راسي ونخرج ندبر على خدمه ونخدم ونخلي ليه البنت، ولكن قلبي كيتقطع كنقول كي غندير نخلي ليه بنتي، انا ما يمكن ليش نديها معايا حيت ما عنديش شكون اللي غادي يشدها. ما عرفتش بعض المرات كنقول تشكالي من والديه، ولكن كنقول انا كاع تشكيت نقدر غير نزيد نجبد صداع اكثر واكثر. ما عرفتش البنات كيفاش نتصرف، ما عرفتش كيفاش ندير، تلفت هذا الراجل حقرني ضيع عليا صحتي، اليوم وليت كل اللي كنترعد مفقوسه غير راسي. كنقول انا هذا الراجل علاش كرفس عليا بحال هكا؟ 8 سنين البنات ديال الزواج، 8 سنين ضاعت ليا من حياتي باطله باطله البنات. المدينه اللي عايشين فيها واخا صغيره فيها المعامل ويخدموني، انا عارفه حين جارتي هنا خدامات، ولكن كندور حتى كنعيا وكنلقى بنتي كيفاش غادي ندير ليها؟ يعني الا خرجت من الدار خاصني نخليها، وانا هذيك الجرأة هي اللي ما عنديش. انا اليوم جيت نعاود لكم قصي حيت كنتمنى شي وحده تعاونني، شي وحده تنصحني تقول لي كيفاش ندير كيفاش نتصرف، ما كرهتش ننتقم منه ما كرهتش نرد لي دقتي، كيف ما قلت لكم هادشي ديال الخيانه والبوليس ما كرهتش البنات، ولكن ما
ما عندي كيفاش ندير. السيد كيخرج كيهز الطوموبيل كيمشي ما كنعرفوش، يعني خصك تبعي النهار كامل كي غندير لبنتي كي غندير نتبعو، ما عنديش البنات كيفاش، ما عنديش ما عنديش ما عنديش. تحقرت البنات لواحد الدرجه اللي ما كطيحش على البال. واليوم جيت نعاود لكم قصي حيت فعلا محتاجه النصائح ديالكم. الغزاله ديالي هنا سالت قصتنا. ما تنساوش طبعا تخليو الاراء والتعليق ديالكم لصاحبه القصه، وما تنساونيش من تعاليق زوينه ديالكم. هنا ما بقى لي الا نقول لكم حبيباتي ما تخيطش بكم، كانت معكم شهرزاد اللي كتحماق وكتموت عليكم.